يعني هذا الفيديو هذا غيكون شويه حساس، كتعل الهجره التجاره. معشره تحياتي، نهاركم مبروك. جينا مسخين على والو، انتم واش على جو كيفاش داير ضبابا والحال مغيم. سان باولو راه كانت فيه الشمس، عاتي سخون الحال، ولكن جينا هنا تصيدنا، لقينا الجو بحال ديال الشتا. المهم ما يمشيش خساره، هذا النهار هذا غندير واحد الفيديو، ولكن شوف من حدا الدرابو هذه اللي كتشوفوا، هذا المعنى ديالها، درابو احمر خطر. يعني هذا الفيديو هذا غيكون شويه حساس. شوف ما كنتسنى لا جيم لا تعليق لا شي حاجه، انا ما كرهتش ان هذا الفيديو هذا يوصل للناس غير يفهم الفكره شنو بغيت نقول، فهمتي؟ لان حقا زعما هذا الموضوع هذا اللي غنهضر فيه اليوم حساس، وبزاف خص بنادم يدير منه اتونسيون، لانه كيوصل الموالي للحبس او لا كيفرق الشمل ديال الاغلبيه المغاربه اللي مزوجين مع برازيليات. المهم غنقول لكم شنو واقع، وانتم خذوا الحيطه والحذر من هذا الموضوع هذا. انا في واحد البحر هنا كتسمى غواروجا، تقريبا نقول النواحي ديال سان باولو، تقريبا شي ساعه ونص الا شديتي طريق بالطوموبيل. والله الا كنفكر زعما دابا منيتي زعما عن جد، فهمتي؟ كنفكر انا نجي نسكن في شي مدينه في البحر بحال هاد غواروجا، اولا كاين برايا غراندي حتى هي مزيانه، انت باش تبدل داك الجو ديال سان باولو. انا ديما كنت نقولها، تنقول لكم راه الواحد إلا كان يلا غادي يجي للبرازيل من الأحسن ما يريحش في سان باولو. غير قضي في الغرض ديالك، خذ الوريقات داكشي، سال المسائل ديالك وخويا، فهمتي؟ لأن كاينين بزاف المدن أحسن منها، لا من ناحية الأمن، لا من ناحية النقاء، لا من ناحية المعيشة رخيصة شوية. المهم ماشي موضوعنا هذا. حاجة أخرى غتكون رديت لها البال، أنا كاينين هذوك الدرابوات ديال الانتخابات، راه قربوا انتخابات دابا ديال بحال كتقول انتخابات البلدية ماشي الرئاسية. وغتكون بالمناسبه هادي اول مره في حياتي غادي نصوت. المهم غادي تنديروا لها شي موضوع اخر بوحدها. الموضوع الدراري اللي بغيت نهضر معكم في هذا الفيديو، ولكن اكرهش الناس ياخذوا بجديه اكثر، فهمتي؟ لانه موضوع شويه حساس، اكثر من اللي كتسمعه كيفرق الشمال، كيفرق الراجل على مرته، كيدير المشاكل لواحد في خدمته، كيدير المشاكل تقدر توصل حتى للحبس ولا. المهم لان القضيه فيها بحال كنقول واحد التهمه ثقيله شويه، فهمتي؟ هذا من بعد غنشرح لكم اكثر، وهذا الشيء كامل اسبابه مغاربه ديالنا. غنقول لكم البلان كيفاش. دابا كتسمعوا بعدا واحد القضيه، ديما كتسمعوا شي مشهور مزوج بشي مشهوره كيدوزوا عام عامين، فهمتي؟ صافي كتسمعهم تفارقوا ياك، ولكن بنادم ما كيعرفش علاش. غنقول لكم السبب، ديما كيكون داك الوسخ اللي كيدخل ما بين الظفر واللحم، فهمتي؟ كيكونوا هما دوك المغاربه اللي كيكونوا متبعينك ما كتعرفهمش انت. المهم هما اللي كيبداو كيقلبوا الواحد على المشاكل، فهمتي؟ هما السبب ديال الواحد الاغلبيه اللي كيتفرقوا، اللي المراه فاش كتفرق على راجلها، ولا الواحد فاش كيجبد الصداع في الخدمه ديالو. المهم هنا دابا ولا هذا المشكل هذا دابا كاين في عند الجاليه المغربيه هنا في البرازيل. هذا المشكل يلاه بدا كيطرح، فهمتي؟ ما كانش قديم، دابا ولا شي بحكم واحد كيدير الفيديوهات كنديرو حنايا اللايفات وداكشي، كنبداو نهضرو على المعلومات، فهمتي؟ معلومات عامه، كيفاش تقاد الوريقات ديالك، كيفاش تلقى خدمه، كيفاش المدن اللي مزيانه في العيشه. المهم وكاينين واحد الفئه الله يهديهم كيمشيو كيهزوا دوك المونتاجات ديالنا ديال الفيديوهات، وكيمشي كيقاد لك شي لقطه، فهمتي؟ يا اما زقات لك شي كلمه ولا شي حاجه. المهم فاش كي بحال كيدير واحد المونتاج، كتولي انت كدعي الهجره التجاره، وانت ما دير والو، انت غير كدير فيديو كتنصح فيه عباد الله، فهمتي؟ يعني بلا قصد كيصدقوا جاب دير لك الصداع، فهمتي؟ هم داك المونتاج خفيف اللي كيديروا كياخذوا كلمه لاصقوا معاك كلمه اخرى، فهمتي؟ انت كتصدق انت في التهمه، ويقدروا يغرقوا لك الا مشاو دفعوها للبوليس ديال البوليس فيدرال ديال البرازيل، لان البوليس ما كيتفاهموش، فهمتي؟ اكثر شي حاجه اللي فيها
اللي كيديروا فيديوهات بنادم انا عارف هادشي كيحضي كلامه فهمتي، واكثريه كاع اللي طلع مع شي واحد في اللايف كنحاولوا ديما نخليو داك السيد يبان بوجهه باش اللي قال شي كلمه ولا قال شي حاجه يتحمل المسؤوليه فهمتي. هادي كنحاول نديرها ديما في الفيديوهات ديالي الا بغى شي واحد يطلع معايا في اللايف اتردوا البال هاد القضيه ديما تنقول ليه بين كاميرا بين وجهك فهمتي صافي هضر خد راحت قول ما بغيتي. المهم واحد يحضي راسو من داكشي اللي كيقول خصوصا ملي كيهضر في جروبات ما عارفش راسو مع من كيهضر وداكشي. و حاجه اخرى اللي مهمه كاع اكثر هي ديال الناس اللي كيبارطاجيو حياتهم الشخصيه بحال دابا الخدمه اولا لادريس ديالهم مع من كيريح مع من كيخرج داكشي صراحه كيجبد الصداع. نقول لكم علاش كاينين شي وحدين فهمتي الله يهديهم عاوتاني هادو كاع خايبين هادو راه الدرجه السفلى ديال جهنم هادو. كاينين وحدين اش كيديروا كيمشيو كيقلبوا نتايا بحال الا كنتي الا عرفوك فين خدام كيمشيو كيقلبوا لك الشركه ديالك الباترون الشاف ولا داكشي اش كيديروا كيبداو كيصيفطوا ليه في الميساجات وفي داكشي وكيصدقوا شارين لك الصداع معاهم فهمتي يعني كيخرجوا لك على بلاصتك انت في الخدمه وزيد عليها كاع الا كانت عندك شي معلومات ديالك ديال الشخص معلومات شخصيه زعما كتبين دارك ولا مراتك ولا ولادك ولا شي كيمشيو كيدخلوا عاوتاني عند المراه ديالك خصوصا الا كانت برازيليه والبرازيليه دغيا كيتيقوا فهمتي تجي كتقول لها كلمه كتيق يمشي عندها فهمتي راه تشير شو راه تنقول لكم راه كاين ماشي انا تنجيب هادشي من راسي هادشي راه كاين فهمتي واقع دابا نيت الواحد يحضي راسو فهمتي الا كان كيبارطاجي حياته الشخصيه يحضي راسو مع من كيبارطاجها. قلت لكم كانوا كيمشيو كيمشيو عند العيالات ديال المغاربه اولا كيمشيو عند عائلات بحال دابا كيمشيو عند خوتها ولا والديها وداكشي كيبداو كيحرشوا فيهم تيقول لهم راه هذا السيد هذا مغربي راه باغي غير حاجته راه ياخذ غير الوراق الاقامه ولا الجنسيه وفي الاخر غيفر فيها يعني ما يبقاش معاها. المهم كيبداو يقلبوا باش ديك المراه اللي انت معاها باش تولي شاكه فهمتي ولا تخليها حتى الشك صافي راه حياتك كتدمر. واغلبيه راه بعض المرات كتلقى هاد الناس هادو ما ساكنينش كاع في البرازيل راه غير داخلين فهمتي متربسين بالناس بالجاليه هنا في البرازيل وكيحفروا لهم فهمتي كيجمع لهم معلومات وكيمشي كيبارطاجي. المهم انا هاد الفيديو هذا بغيت غير باش ننصح به بنادم يولي حضي راسو فهمتي راه ما يبقاش ماشي كلشي عنده نيه زوينه يولي حضي راسو شنو كيقول مع من كيبارطاجي المعلومات فهمتي الا قدر فهمتي الماكسيموم ما يبارطاجيش داكشي الحياه الشخصيه داكشي ديال الخدمه وداك لانه هادشي غيجبد عليك غير المشاكل. والله الا كنشوف دابا انتم واخا الجو في شكل ولكن شوف البحر الله الا عامر شوف شحال ديال البشر عرفتوا الدراري واحد القضيه دابا هاد الباراسولات هادو اللي كتشوفهم فهمتي باش تردوا لهم البال الفرق ما بين هنا والمغرب دابا هاد الباراسولات شكون اللي كيكريهم كيكريهم هاد الناس هادو فهمتي هاد الناس هادو اللي كيبيعوا الحوت الساندويشات فهمتي المشروبات وداكشي وكيكريو دوك الباراسولات بحال القهوه بحال القهوه في المغرب كتخلص غير داكشي اللي كونسوميتي. المهم زوينه هاد اللعبه هادي يعني تقدر تريح باراسول بالكرسي ديالك وتشرب غير كاس القهوه تخلص كاس القهوه وتزيد في حالاتك. المهم زوينه هاد اللعبه هادي يلاه الدراري والله الا كنفكر انا ديال بصح وحق الله كنفكر نتحول لهاد المدينه هادي لان المدينه زوينه كالمي وقريبه حتى سان باولو كاع الا جات شي خدمه في سان باولو تقدر ساعه المكانه ها انت تسمع. المهم الخوت هادشي اللي كاين في هذا الفيديو واخا قصير ولكن المعلومه اللي قلتها راه مهمه بزاف باش الواحد يدير الاحتياط ديالو ما يبقاش يثق في اي واحد ما بقاش بنادم كيدخل عندك كيبدا كيسولك وانت بنيه زوينه كتجي كتبدا كتعامل معاه كتوريه حنا كنبارطاجيو مع بنادم غير المعلومات ولكن يقدر واحد بلا قصد فهمتي يطيح راسو شي فخ اللي بنادم كيحفر لك يعني شي واحد الا دخل عندك ديك الدخله ديال فلان فرتلان اجي رانا جاي البرازيل ونجيب لك معايا زيت العود ولا فهمتي قول لي زيت العود راه عندنا هنا خير كامله اي حاجه بغيتي راه تلقاها هنا. شوفوا واحد ما يبقاش يثق في اي حاجه وحاول كما امكن يبعد معلوماته الشخصيه على اليوتيوب والفيديو وداكشي ولكن شوف هادشي عشان ماشي تخلط لكم ما بين المعلومات وما بين التحريض فهمتي راه حنا هاد الفيديوهات كاملين يلاه كنبارطاجيو بهم غير المعلومات يعني كدير خير واحد كتنقص عليه الطريق فهمتي جاي باغي يدير شي ورقه باغي ورقه الطبيب ولا شي حاجه اولا داكشي ديال اللجوء ولا كتجي كتوريه كيفاش يمشي وصافي يعني هادشي راه ما عنده حتى علاقه بداكشي ديال التحريض على الهجره سميات اللي فهمتي الثقال اللي فيهم التهم ديال
20 عام. يلا الدراري نخليكم، مازال شوف ان شاء الله الى كتاب هاد المدينه هادي راه عجبتني بزاف، راه نقدر الى بان لي شي كرام مزيان رخيص راه ناس حوايج يجيو جينا.